وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، يعني تابعنا اليوم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء في مدينة البرولوس في كفر الشيخ. كيف ترى هذا الافتتاح الكبير لمجمع المصانع في كفر الشيخ؟ كيف ترى هذه الخطوة في ملف توطين الصناعة في مصر؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا خطوة في غاية الأهمية النهاردة، بتدل قد إيه إن الدولة المصرية والرئيس بيحافظ على الثروات الطبيعية بطريقة حديثة بتحقق قيمة مضافة. تخيلوا حضراتكم إن الرمال السوداء زي ما ذكر النهاردة رئيس الشركة والسادة المسؤولين بقالهم أكتر من 90 سنة ما بقاش يتم إنجاز أي شيء غير الاكتشاف والتصدير، وطبعا بعض من الأمور للأسف اللي هي كانت غير صحيحة في عملية الاقتناص، يعني زي ما بيسمى جزء منها كان يعني سرقة أو فساد. ولكن الحمد لله النهاردة قننت الدولة وضع هذه الشواطئ والأراضي وقيمة التعدين حتى يكون في قيمة مضافة للاقتصاد بوجود عدد من المصانع، وبالأخص كمان إن هي في منطقة حديثة للتصنيع زي كفر الشيخ اللي احنا بنشوف النهاردة يبدأ عملة جديدة، ابتكار حديث للتصنيع للتعدين. طبعا نعلم جيدا إن احنا بقالنا فترة بنتكلم على البتروكيماويات وأيضا المشتقات الخاصة بالبترول والغاز. النهاردة المعادن بقى ليها حظ أوفر في حركة التصنيع. ثلاث دول في العالم هم المسيطرين على هذا الأمر الحمد لله، مصر منهم بعد الهند والبرازيل. فأعتقد ده نجاح إن احنا بنحافظ على الثروات وبنحقق لها قيمة مضافة لتوفير العملة الصعبة. طيب دكتور مصطفى، السيد الرئيس أيضا فتح المجال اليوم للقطاع الخاص في للاستثمار في هذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن يعني تساهم هذه الخطوة في دعم صناعات مختلفة في مصر؟ خلينا نقول دايما الرئيس بيناشد رجال الأعمال كل في انفتاح أو مشروع حديث أو حتى المشروعات القائمة، مشروعات حديثة أو مشروعات بيتم تطويرها، الرئيس بيناشد القطاع الخاص تشجعوا، إما خشوا بخصخصة اشتروا الشركة كلها بالكامل أو حصول على نسب مساهمة أو مشاركة. أعتقد ده أكبر يعني رؤية لأن في افتتاح لوثيقة الملكية الخاصة بمصر بيعرضها السيد الرئيس. مشروع زي ده النهاردة بيحقق وفر للعديد من فرص العمل، بيزود الإنتاجية، خاصة ان احنا على اعتاب المؤتمر الاقتصادي، وايضا نحن في كمان الحوار الوطني اللي فيه ضلع كبير جدا للشق الاقتصادي. فده بيدل يا فندم ان احنا الحمد لله منفتحين على زيادة من التكوين للقطاع الخاص باستثمارات بمشروعات زيادة في توفير العملة، وايضا بتحقق ارباح وايرادات بالعملة الصعبة كبيرة. نجحنا في ان احنا النهارده هيئنا البنيه التحتيه للمشروعات دي وبنسلمها للقطاع الخاص وللمستثمرين. نعم. دكتور مصطفى، المعادن المستخلصه من الرمال السوداء تدخل في صناعات مختلفه استراتيجيه وصناعات متعدده، من هياكل الطائرات الى تركيبات الاسنان والدهانات والسيراميك وما الى ذلك. كيف يمكن لمصر ان تستثمر يعني هذه الميزه الكبيره للمعادن المستخلصه من الرمال السوداء لجلب وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجيه في هذه المجالات المختلفة؟ خلينا نقول يا فندم ان الرمال السوداء دي بيتم استخلاص منها 41 عنصر معدني يتم اضافة للمشروعات القومية الكبرى، سواء زي ما حضرتك تفضلتي في صناعة الطيارات او الهياكل الخاصة بالطيارات. والعالم كله المتقدم والدول الكبيرة بتتكالب على خاصية الرمال وعناصر الرمال السوداء، صناعة السيراميك والأدوات الصحية، حتى الذهب، حتى الحديد، العديد من الصناعات بتم اكتشافها من الرمال السوداء. فلو كل بس عنصر من دول تم بحث ليه ازاي يتم مشاركته مع القطاع الخاص، اعتقد هنحقق نجاح بالمليارات. بينقصنا بس الإرادة اكتر، زي ما تحدث رئيس الشركة النهاردة ان احنا نروج لكيفية جلب عدد من المستثمرين للاستفادة الكبيرة جدا.
ما ننساش ان الرمال السوداء دي بتحتاج تكنولوجيا عاليه زي ما احنا شفنا في المصنع النهارده، وكمان حركه تدقيق من المعامل بخبرات، لان نعلم جيدا الدوله والقياده السياسيه بقى لها 4 5 سنوات بتجهز بس في المشروع ده. نعم. ثم فجأة المجتمع المصري بأن المشروع ده تم تجهيزه والنهاردة الحفاظ عليه، ومصر بتحقق مشروع إضافي من المشروعات القومية بتقدمه للاقتصاد القومي. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.